السلام عليكم. أعرف بحضرتك. مرحبتين بك سالم الجتور. سيد سالم كيف حالك؟ تمام الله يسلمك. الحمد لله صاحب المحل إن شاء الله. كيف الأجواء هنا؟ الله يبارك فيك. والله الحمد لله 100% الأمور حركة متحركة والله. لا كويس الحمد لله، يعني مستوى معقول جدا وفي تحسن كبير إن شاء الله الحمد لله. سالم تشجع في فريق معين كرة قدم؟ أكيد. شن تشجع؟ فريقي المفضل اي سي ميلان الايطالي الحقيقه، يعني في افريقيا ليبيا. افريقيا ليبيا اكيد الاهلي طرابلس. الاهلي طرابلس ليبيا وعالميا ميلان. ميلان الايطالي هيك ولا؟ متابع جيد للارجنتين. متابع جيد للكره. تمشي تحضر في مباريات؟ بالنسبه للمحليا نظرا لظروف العمل الحقيقه مش ديما، لكن بالنسبه لمباريات الاي سي ميلان برشلونه يعني الدوريات الكبرى الاوروبيه والمحافل الدوليه ديما يعني على التلفزيون اكيد حضور رسمي يعني. طيب سالم، لو فريق تشجع فيه انت خسر هل تغضب؟ والله على حسب المباراه، مثلا اذا كانت نهائي نصف نهائي يعني مباراه حاسمه او مباراه مثلا فريق راحت عليه الصداره فيها اكيد شويه، لكن مش لدرجه ان التعصب معناها تعصب كبير جدا، يعني حاجه بسيطه هيك يعني في لحظات هيك بتاعت ربع ساعه. طيب بعض الشباب يعني لما يخسر الفريق متاعه وتكون مباراة زي ما قلت انت ساخنة وقوية يؤدي به الغضب إلى أنه يقاطع صديقه ويتخاصمه وياه وربما حتى يضرب ويسب ويشتم. والله للأسف الشديد دينا من الحاجات السلبية اللي نشوفه فيها توا، بدأت في المقاهي، بدأت حتى في يعني الجلسات اللي هي خاصة بالشباب، يعني في اللي يحدث في تلفونه ويكسره، في اللي يكسر في الشاشة، في اللي معاش يكلم في صاحبه، يعني حتى في صفحات التواصل تلقى مرات الموضوع يوصل حتى لصراع شخصي خارج وسائل الاتصال. هذه أنا يعني كبر الموضوع، ما الجيل الجديد هذا لما أنا مانيش عارف، أنا متابع قديم للكرة الحقيقة يعني من سنة 96 97 يعني. يوصل الخصام حتى بين يوصل الخصام حتى بين الأخوة أكيد، يعني في اللي حتى إحنا في عندنا ناس قدم، في اللي حتى البوه ولده يعني تقاسم على سبب لا فريقك وفريقي خسر ومش عارف الكلام هذا، يعني في حاجات واجدة تصير. كيف المفروض المشجع كيف يكون يعني؟ الروح الرياضية أهم في كل شيء، سواء كنت لاعب تلعب في كورة أو كنت حتى متفرج بتحيز فريق. الكورة أصلا هي أي فريقين نازلين الملعب فيها فوز وخسارة، بتقبل شيء يعني إذا كانوا كل فريق بنشجع عليه بيفوز في جميع المباريات نكهة كرة القدم بالذات يعني راح. صحيح. إذا كانوا كل فريق اللي نشجع فيه كل مباراة ثلاث نقاط كل بطولة اللي هو متعة كرة القدم راحت للأمانة هنا، يعني ضروري من يخسر فريق باش تحسن، تتابع أنت متابع جيد يبقى مع الفريق متاعه لوين مهما كانت الظروف سيئة به. وأكبر دليل سي ميلان يعني من 96 بطولات حافلة لعند سنة 2012 آخر دوري، ومن 2012 تعال جاي مسمينا حتى الأسد النايم اللي معاه شبين وضلة توقع. سبحان الله. خسارة في خسارة. خسارة في خسارة خسارة تتلو البطولات يعني خسارة. بالضبط. إبراهيم التومي من مدينة مصراتة. محليك طبعا. لبويا إن شاء الله. لبوك. وش نجو الشغل هنا؟ كويس. في شباب يشجعوا في فريق معين من كرة القدم، مثلا اللي يشجع في الأهلي في الاتحاد في السواحلي في أهلي بنغازي، لكن لما يخسر الفريق متاعه يتعصب ويزعل وربما حتى يتخاصم مع صديق أو أخ ليه، شو رأيك؟ هذا شو نقول لك؟ واخذ الكرة بعصبية يعني مش بروح رياضية بس لا تقدم يعني غير صحيح الكلام. غير صحيح أبداً. شو المفروض إنه يكون المشجع؟ ياخذ قصد مشجع بروح رياضية خسارة وفاز فريقة يشجع في حالتين، قصدي الكرة ديما خسارة فوز، مش مستحيلة فوز بس مستحيلة خسارة بس، يعني يحتمل الفريق إنه يخسر وإنه يربح. أكيد لو ربح فريق دائما بصفة مستمرة نكهة الكرة يعني ما يكونش فادي كان نكهة. هو ما فيش أصلاً فريق مش قصدي فوز دي، فيش كيا دول من قصدي دول عربية ونوادي أوروبية حتى على الصعيد العالمي يعني. لا ما فيش قصدي كل تشجع في كرة قدم عليه تجري في الدم دي. أي فريق تشجع؟ ريال مدريد. ريال مدريد عالميا محليا؟ محليا والله سويحلي. سويحلي مصراتة. إيه. باي لما يخسر فريق سويحلي مصراتة وانت تشجع
هل تظهر عليك علامات الغضب؟ أكيد أكيد، هذه بتحمق وبطير لك شوية كيو. طيب باش تدير؟ والله عادي، بتتحمل في نفسك خلاص، بتمتص غضب نتاعك خلاص، ما عندكش ما تدير أصلا. باي لو بتحمل. شفت لو شفت حد خسر الفريق اللي شجع فيه وأدى به الغضب، اللي هو يعني يقاطع صديقه أو أخوه ويتشاتم هو وياه ويتلاسن هو وياه؟ لا لا غلط غلط، الشيء ده غلط. الكورة هي أصلا روح رياضية، بين هيك معروفة هي بالمفهوم نتاعها رياضية أصلا، هي حاجة بين شو بيقول لك فيها، هي يقولوا فيها مفروض يعني المشجع يكون عنده روح رياضية. عندك روح رياضية إيه. الفريق معرض إنه هو فوز وتخسر، الكورة هي أصلا فوز وخسارة، مش ديما ربح مش ديما خسارة، مرة تفوز ومرة تخسر، والإنسان بعد يحمد تحاول إنه هو يبتعد عن الأماكن مثلا اللي ينافسوه فيهن مثلا، والله هيك يحاول يبتعد عليهم باش ما يصيرش تشاحن والله بينك وبين صاحبك مثلا قطيعة مثلا تحمق أنت وياه على سبة كورة. يعني القطيعة هذه والمشاكل والتعارك من أجل كرة القدم خطأ يعني. خطأ إيه خطأ، لما خطأ حق. بارك الله فيك سيد علي، إحنا سعداء جدا بمشاركتك معنا. بارك الله فيكم إن شاء الله منورين. شكرا لك. ربي يحفظكم. ربي يحفظك علي. سيد كمان بنسألك سؤال تاني يخص الشباب، يعني في بعض الشباب يشجع في فريق معين من أفريقيا كرة القدم، ولما يخسر الفريق متاعها تلقاه متعصب ومتغشش وربما حتى يقاطع أصحابه أو أخوته. شو رأيك في الموضوع هذا؟ والله هذه تعتبر ظاهرة سلبية، تعتبر فكرة غير حضارية، تعتبر هذه لا تبت من شيء من للرياضة ولا للكرة. كيف يكون المشجع الرياضي؟ المشجع ضروري أن هذا يحب أن الفريق متاعه يفوز، ولكن هذه اللعبة فيها فوز وفيها خسارة، في كل لعبة في كل رياضة يجب أن يكون فيه المشجع هذا كيف ما هو أنه يحب فريقه يفوز، في احتمالات أنه يخسر، يعني معرض يعني الفريق للفوز والخسارة، معرض الفريق للفوز والخسارة، واللعبة هذه مبنية على المنافسة طبعا. واللعبة هذه مبنية على المنافسة، ويجب أن كيف ما تحب أن فريقك يفوز ضروري أن نرى فيه احتمالات أنه يخسر، وتكون أنت تشجيع لفريقك في وقتها في وقت المباراة فقط بس. تشجع أنت حضرتك فريق؟ والله ما نعتبر لا ما تشجعش. ما شجعتش قبل؟ والله مش ما شجعش، ولكن ما لا حتى مش بصفة مستمرة ولا بصفة قوية. أيوه. لا حتى هيك على خفيف يعني. في من تشجع بالنسبة تحكي على دوليا عالميا؟ عالميا ريال مدريد. ريال مدريد تفرج على مباريات الريال؟ انت تفرج. تزعل لما يخسر الريال؟ والله اكيد بتزعل، لكن زعل داخلي ومؤقت. مؤقت مش مضر بالآخرين؟ لا 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 يضر لو في حد مثلا ولا لو في حد مثلا يعاكسك في الرأي، شجع في برشلونة وكانت في مباراة بين ريال وبرشلونة والبرشلونة ربحوا الريال، كيف يكون حوارك بين الشخص الثاني؟ نهنيه على فوزه وعلى فوز فريقه ويتغير الموضوع بكل روح بكل روح رياضية. رياضية مفروض الروح الرياضية ديما تكون حاضرة يعني. أكيدة الروح الرياضية المفروض تكون موجودة، موجودة بين المشجعين وبين حتى اللاعبين. صحيح. أكيد. هو إذا كان اللاعب في حد ذاته عندما تنتهي المباراة يصافح على اللاعب المنافس. صحيح. ما بالك إن الجمهور. صحيح. كيف المفروض الجمهور من باب أولى يعني. من باب أولى. طيب عم محمد تشجع في كرة القدم؟ أنا لاعب أصلا. لاعب؟ لاعب في أي فريق؟ والله كنت مع السواحلي. كنت مع السواحلي. ايه. عم محمد كيف كان التشجيع ايام كنت تلعب؟ والله كان ممتاز الحق يعني. هل كان في تعصب؟ لا ما فيش تعصب. طيب عم محمد الان بعض الشباب يشجع في فريق معين، السواحلي الاهلي الاتحاد اي فريق، لكن لما يخسر الفريق متاعه يتعصب، ربما يضرب ربما يكسر ربما حتى يتخاصم مع صديقه واخلي. لا هي الرياضه في حد ذاتها هي مبادئ واخلاق. مبادئ واخلاق. مبادئ واخلاق. والمفروض ان الروح الرياضيه تكون عاليه جدا، تكون حاضره في اكيد. يعني هل تنصح الشباب انهم يعني يبتعدوا؟ ايه اكيد ما في شك. شن تنصح المشجعين؟ ايه شجع بروح رياضيه ويكون الادب والخلق حاضر يعني. اكيد النقاش ما فيش مانع ان يتناقش مع غيره. لا لا عادي الفريق، لكن لا لا. يكون مبني على البراهين والادله. اكيد. شكرا لك عم محمد. عفوا سيدي. فرصة طيبة. طيبة. شكرا. بارك الله فيك. شكرا لك.
سيد ناجي بعض الشباب يشجع في أفريقة كرة القدم يشجع في فريق معين لما يخسر الفريق يتعصب وربما يتخاصم مع الناس. والله باش نقول لك أنا الكرة ما نتبعش فيها، لكن نبو رايك لكن بالشباب هذوما والله ننصحهم على أساس أنهم خطر الشيء هذا. واحد يقعد روح رياضية بالذات الرياضة روح رياضية كويسة وما فيش مشكلة. الفريق طبعا معرض للفوز والخسارة في أي شيء، مش حتى في الكرة بس، يعني في يعني المفروض تكون الروح الرياضية حاضرة، وأن النقاش حتى لو يصير نقاش بين اثنين على سبة مباراة أو فريق تكون مبنية على الأدلة على البراهين على النقاش الودي والحوار، صح ما يكونش فيه تخاصم. بعض الشباب يكسر، بعض الشباب مثلا يضرب يتعنف يسب يشتم من أجل أن فريق خسر أو تخاصم هو شخص على سبة فريق، هذه أخطاء صح. يعني هذه ظاهرة في اللي ما يتحملش في نفسه يعني منها. هو التشجيع طبعا ما فيش عيب، الإنسان يشجع طبعا لكن العيب انك انت تضرب او روح رياضية أو هي قاعد تقبل الفوز والخسارة عادي، يعني ما فيش مشكلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرفوا باسمك اخي؟ محمد علي الجنيدي. مرحبا بك سيد محمد. سيد محمد، بعض الشباب يشجع في فريق معين من افريقيا كرة القدم ويتعصب لما الفريق متاعه مثلا يخسر او ما ينتقلش لمرحلة بعد المرحلة اللي بعدها اللي هي وربما يتعصب ربما يشتم ويسب ربما حتى يضرب يكسر ويتخاصم مع اخوه. كثير هذا الكلام اللي يصير. شو رايك فيه الموضوع انت؟ غلط والله، اكبر غلط هذا، اكبر خطا لانه مش مستفيد شيء هو. صحيح. فريق يعني ممكن يكون حتى فريق اجنبي ومش فريق حتى عربي. لا يا ريت حتى فريق عربي مش حتى ليبي ولا محلي ولا فريق تلقى اجنبي ويتعصب ويتعارك ويدير ربما يوصل وكانوا فاز بالعكس تلقاهم العاب زينه والوحده فرحانين. هل تظن ان هذه ظاهره صحيحه؟ ظاهره سلبيه. هذه سلبيه للغايه في نظرك انها سلبيه؟ لا بعد الحدود. لان شو بقول لك يعني يتبعوا في الاجانب ويديروا في يكبروا بهم ويديروا بهم هم مش حاسين بينا. مش حاسين بينا صحيح. اي فريق ما سمعتش ان فريق عربي داروا له اجانب هلمان ولا داروا له. طيب لو كان حد يشجع في فريق من الأفريقيا الوطنية، الأهلي، الاتحاد، السواحلي، بنغازي، ماشي الحال ممكن منافسة نظيفة كيف تكون الروح اللي موجود المفروض أنها تكون في المشجع؟ ولا الروح بتكون بالتشجيع بالكلام فقط يعني، أما تكسير وسب وشتم ولا كيف ولا شنيش نخسروا الكلام هذا بعيد يعني شوية. هذا المفروض تكون الروح الرياضية ثقافة ولا إيه ثقافة الروح الرياضية المفروض تكون في روح رياضية حاضرة. مفروض لما تتم المباراة خلاص الفريق والجمهور يسلم على بعضه ان هي كره ضروري فوز وخساره، ما فيهاش نقاش. تحتمل الفوز والخساره، تحتمل الخساره ايه. ومرات فريق قوي يخسر قدام فريق ضعيف وهذه هي الكارثه. هي هذه الكارثه، فهمت؟ رده فعل الجمهور مرات رده قويه بدها تكون النتيجه، مرات نتيجه يعني خطا من المدرب لاعب مثلا نقص، فهمت؟ حتى عامل الحظ احيانا يلعب ضروري. هو هي الكره. هل تشجع محمد انت في فريق معين من الافرقه الوطنيه؟ الاتحاد. اتحاد شجعت الاتحاد. يعني شجع في الاتحاد قاعد الى حد الان. ايه باهي تمشي تحضر في مباريات الاتحاد؟ لا تشجيع اكيد تشجع فريقي. لما تقول لي شو تشجع نقول لك الاتحاد. هنا في لندن من احنا هنا في مدينة بتاع السواحلي ايه. طبعا طيب. عندنا فريق ايه. لكن هولندي بصفة عامة في ليبيا الاتحاد تشجع الاتحاد ايه. طيب تزعل لما يخسر الاتحاد؟ لا ما تزعلش عادي جدا، مش مشكلة يعني، مش مشكلة كبيرة. فريق هو قابل للخسارة وقابل للفوز يعني. انت كون الاتحاد فريق وانه فريق قوي وانه عنده طبعا هو مشكلته مع الاهلي ديما مشكلته مع الاهلي. هو هذا الفرق وقت الفرق لين جمهور لين تشجيع هو الاهلي والاتحاد. باي هل حصل انك انت مثلا حضرت مشكله بين اقارب بين اصدقاء بين زملاء انهم تخاصموا علشان على سبه فريق زوز افريقيا يلعبوا في كره قدم؟ والله شو بقول لك، هي هذه الظاهره كثرت. هي حتى الايام فاتت صايره مشكله على خاطر تقسيمه يعني، احنا نقول مش حتى مباراه ولا شيء، صار فيها بيناتهم الوحده يعني خصام. انا توقعتها مباراه بتكون بين منطقه بين فريق وفريق،
قالوا لا احنا هذه تقسيمه منا فينا يعني. صار بيناتهم خلاف كبير وصار فيها مد اليد وصار فيها السب صار فيها حتى الضرب. ايه ما فيش حاجه اللي ما صارت فيها. وهذا في ما الاخير كل التقسيمه يعني سبحان. شباب يعني ممكن منطقه واحده فريق طلع هكي وطلع هكي وبده يلعبوا يعني. طبعا هذه ظاهره سلبيه لا بعد الحدود قلت لك هذه ظاهره بكل ضعيفة هذه بتسبب مشاكل زي. السلام عليكم. انت عارف ورا حضرتك. اهلا وسهلا ريم عبد الله. مرحبتين بك. اهلا وسهلا بك ان شاء الله فيك ان شاء الله مدينة مصر التمهنية ان شاء الله. اهلا وسهلا بك يا ابراهيم. يعني بنسألك سؤال, هل انت من مشجعي كرة القدم؟ والله مشجعين الرياضة قصدي بصفة عامة, لكن مش كرة القدم لكن تجي لكرة الطائرة. تمام. هذه هواية يعني ما شاء الله تمارسها فها. كنت في فترة ولكن قطعت عليها السبب فترة. مارستها لكن قطعت عليها. قطعت عليها فترة. يعني ما فيش أسباب يعني السبب مثلا. والله هي مشاغل أخرى وارتباطات دراسة مثلا أمور ثانية. لكن عندك استعداد إنك أنت ترجع لها. ما فيش شك بكل نمارسه في رياضة أخرى مثلا المشي الجري الهرولة ولا الرياضات كويس جميل المعروفة يعني اليومية. أخوي إبراهيم في عادة سيئة عند بعض الشباب لما يشجع فريق كرة قدم يعني يتصرف تصرفات سيئة لما الفريق بتاعه يخسر مثلا. ايش رايك في التصرفات هذه؟ التصرفات كيف شكل يعني؟ هي اللي كانت عدوانيه العدوانيه مشاغبه مثل... ربما سب وشتم. والله هو يعني التحيز لفريق دون اخر هذا يعني في مزروع في عند الانسان يعني. نعم هذا شيء طبيعي, لكن لما يكون يدخل الى مرحله مثلا العنف او مثلا السجار فيكون هذا امر مفروض امر معيبي يقول طبعا بالتاكيد ما لا يفترض يعني ان يكون المفروض يعني الانسان يتخلق بالاخلاق والاداب يعني يكون عنده يقولوا الروح الرياضيه. روح رياضيه وفي ناس روح معنويه والروح يعني ليست الروح الرياضيه فقط يعني هي حتى روح المعنويه هذه تختلط مع كره القدم ولا في الرياضه بصفه عامه. والمفروض اللي يفهمه الشاب المشجع ان الفريق معرض للربح ولا للخساره. بالتاكيد هو كره القدم لو ما فيش ربح في خساره شو بتسمى؟ مش كوره هذه. صحيح هذه لعبه هي اسمها لعبه في اي مجال قصد مبنيه على الربح وعلى الخساره. مبنيه على الربح وعلى الخساره. تخيلوا ان كره ما فيهاش ربح وخساره شو بتكون هذه؟ سبحان الله. صحيح مش حتكون ذات جمالها في الربح والخساره. صحيح مره فوز ومره خساره في تنافس سريع شريف بين الفرق وبين الانديه وبين حتى في اي مدينه طبعا.